كما أكد وزير الخارجية سامح شكري أن أحد أبرز الدروس المستفادة من جائحة فيروس كورونا هو أهمية التعاون الدولي لمواجهة الجائحة التي تمثل أزمة عالمية تمس كافة الدول، موضحا أن التغير المناخي يمثل كذلك أزمة عالمية ذات تداعيات غير مسبوقة. وفي هذا الإطار شدد شكري على أن التصدي لتغير المناخ ليس مسؤولية مقصورة على الحكومات، بل تشمل أيضا المجتمع المدني بجانب القطاع الخاص بالنظر لدوره الهام في توفير التمويل اللازم والتكنولوجيا الحديثة لمواجهة تغير المناخ. ونحن نتمنى أن الخبرة التي تعلمناها من كوفيد-19 وتأثيرها العالمي وإدراكنا أن هذه التحديات العالمية يمكن التعامل معها في كل دولة على حدة أو بمعزل عن المصالح الوطنية، ولكن يجب أن يكون هناك تعاون بين الجميع. نتمنى أن نكون قد استفدنا من هذا الدرس وعرفنا أن التعاون بين الدول هو السبيل الوحيد قدما للتعامل مع هذه التحديات، فكلنا سوف نتأثر سلبا ولدينا مسؤولية تجاه الأجيال المستقبلية للحفاظ على قوة الدفع هذه للتعامل مع التحديات المرتبطة بتغير المناخ.